خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الوسط البحرينية. قميص إلكتروني يمكنه مراقبة معدل تنفس الشخص الذي يرتديه. ابتكر فريق من الباحثين في كندا قميصا إلكترونيا يمكنه مراقبة معدل تنفس الشخص الذي يرتديه، ويعمل القميص الإلكتروني من دون أسلاك أو أقطاب أو وحدات استشعار مثبتة على الجسم، ويعتمد على وحدة هوائي تمت خياطتها على مستوى الصدر. نطالع من النهار اللبنانية دراجة إلكترونية ذكية تحمل على الظهر. ابتكر مخترعون صينيون دراجة إلكترونية ذكية تزن 7 كيلوغرامات يمكن طيها وحملها في حقيبة على الظهر، ويتم التحكم فيها من خلال تطبيق على الهاتف الذكي. وتطوى الدراجة الإلكترونية لتصبح بحجم حقيبة الظهر في أقل من 10 ثوان. واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية، موتورولا تستعد لطرح هاتفها الجديد موتو زد 2 بلاي يونيو المقبل في هذا الشهر. تخطط شركة موتورز لطرح هاتفها الجديد موتو زد 2 بلاي في شهر يونيو حزيران المقبل، بعد أن حققها هاتفها موتو زد بلاي الذي طرحته السنة الماضية كثيرا من النجاح. ونتحول إلى صحيفة القدس، نسخة مقلدة من هاتف نوكيا 3310 بسعر 12 دولار. طورت شركة هندية نسخة مقلدة من هاتف نوكيا 3310 بوجود اختلافات بسيطة يصعب رصدها مقارنة بالهاتف الأصلي. سعر الهاتف لا يتجاوز 12 دولارا أمريكيا، ويعد شعار الشركة الهندية الموجودة بظهر الهاتف المقلد هو العلامة الوحيدة التي تظهر الفرق بين النسختين.